ما بلغتنيش بالتفاصيل ليه؟ المعاكسات اللي على الهوا دي حاجة طبيعية، إنما مش طبيعي إن واحد زي حضرتك يبقى مهتم بيها. عندك حق، بس أنا مش هخبي عليكي، أنتي مش أي حد، فهماني طبعا. لا مش فاهماك. قصدك إيه؟ عرفتي إن رحيم خرج من السجن صح؟ آه. قبلك؟ لا، علاقتي برحيم اتقطعت من ساعة ما اتسجن. آه، وبعدها اتخطبتي لشريكه صح؟ وحضرتك عايز إيه؟ الحقيقة عايز أقولك إن أنا في صفك، وأي حد ممكن يكلمك، واحد زي رحيم لو عارف إن كنت مخطوبة لشريكه السابق ممكن يعمل أي رد فعل يكون فيه خطر على حياتك. عموما يا دكتورة داليا، ده الكارت بتاعي، لو حاجة حصلت زي كده بلغيني على طول. حاضر. عرفت هتعمل ايه بالظبط؟ عيب عليك يا سيد بيه، اسأل على خميس الونش وانت تعرف ايه وضعي وايه تميمي. سألت عليك طبعا، وإلا ما كنتش كلمتك وقعدت معايا. اوعى رحيم يفلت منك يا خميس، لو فلت منك هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني، واولهم انت يا خمس. جمد قلبك يا كبير وحط في بطنك بطيخه صيفي، رحيم ده بتاعي. امان. هذه فلوس الرجاله. والله لولا حساب الرجاله يا سيد ما كنت خدتهم منك. اصيل رحيم ده اصله حبيبي. يا سلام، كنت مستني اليوم ده من زمان عشان اوجب معاه وادوقه من اللي هو دوقهولي، واليوم اهو جه. دول حساب الرجاله، اما حساب انا بقى خليه بكره بعد عزا رحيم. اتكل على الله، طريقك اخضر. دوما سيد بيه. الله، انت قاعده ساكته ليه؟ ما انت بتقول كل اللي اتفقنا عليه. مش حوايدك يعني. واحد زي الونش ده لما يتفق مع راجل غير لما يتفق مع ست، عشان كده قاعده ساكته. لو الحق انت اتطلقتي ليه؟ وهي الناس بتتطلق ليه يا سايق؟ غريبه يعني. انا قلت الواد الاخريه ده هيكمل معاك ويطول، فاستغربت. هو ال 12 ولا ال 13 يا امينه؟ بطلت عد يا حبيبي. وبعدين ما تستغربش، اصل رجاله اليومين دول ما بقوش زي الاول. الله. اهلا اهلا. ازيك؟ ايه ده، انت غيرت الديكور؟ 6 شهور عشان تعرفي بقالك قد ايه ما جيتيش. يلا تعالي. الدنيا بتجري بسرعه قوي. احكي لي بقى، ايه اللي خلاكي تقطعي كل ده؟ ولا اقول لك استني، مش انت قررتي تجيلي كدكتوره؟ يلا بقى نسجل. ما انا قلت لك. لا، انت قلتي لي في الجامعه واللي بنقوله بره مختلف تماما عن اللي بيتقال هنا. انا قابلت رحيم، وهو ده الموضوع اللي عايزه اكلمك فيه. كلمي في كل اللي انت عايزاه. فاكره لما رحيم اتسجن ازاي الاعلام استلمني وطلع عليا خطيبه اكبر مهرب في مصر؟ انت فاكره حالتي كانت عامله ازاي وقتها؟ طبعا فاكره، ده السبب اللي خلانا نعرف بعض اصلا. انا كنت بكره رحيم وقتها، قلتلك كنت حاسه ان هو سبب في كل اللي حصل لي، وكنت بكرهه كمان عشان ما كانش جنبي في اكتر وقت انا محتاجاه فيه. اتاكدت من ده اول ما شفته تاني. عارفه كان نفسي اقوله بحبك وحشتني ما تسيبنيش. طب ما قلتيش كده ليه؟ عشان مش عايزه احبه. ليه؟ عشان اول ما تعرفت على رحيم كان مجرد رجل اعمال وعنده نفوذ وصيت وكده، بس بعد الثورة بقى بالنسبة لكل الناس بلطجي وحرامي. ففكرت كده بيني وبين نفسي، إزاي أنا ممكن أتجوز راجل زي ده؟ كل ده فكرت فيه أول ما شفتيه؟ لا، فكرت في كده أول ما عرفت إنه خرج. وما فكرتيش فيه قبل كده؟ أزبل واحد فيهم سايب. فاكر لما كان عامل حبيبي وصاحبي ولازيلي في كل حتة؟ أول ما دخلت أنت السجن الوشوش كلها قلبت، كلهم من تحت راس سامي هو اللي قوى قلبهم. ورق الضد اللي كنت ماسكه عليهم معهولهم وقبض. الفنادق والشركات بقت بتاعت امينه وعماد رسمي،
أنا فكرت إن حد فيهم هو اللي سرق ورق التحويلات، بس لو حد فيهم كان معاه 700 مليون دولار كان قاعد هنا. وبعدين ما حدش فيهم يعرف حكاية الورق ده أصلا، وما حدش كمان يعرف حوار غسيل الفلوس ده غيرك أنت يا حبيبي. قصدك يا رحيم؟ يا عم ما قصديش حاجة. الله مالك بقيت حساس قوي كده ليه؟ ازيك يا حلمي؟ عامل ايه يا رحيم؟ تمام. ده مين الوليه دي؟ انا شكلي شفتها قبل كده. بس في بيتك مش فاكرها؟ مين؟ دي سعاد اتيكيت. يا راجل! مش تسيبها الكواكب؟ ايوه. يا نهار اسود. ومالها بقت عامله كده ليه؟ الزمن بقى داس عليها. ده فرامها. فاكر لما كنا هنتجنن عشان نكلمها؟ وانت لفيت من ورايا وكتبت لها جواب ورميته في البلكونه، فاكر؟ يوميها اتنفضت حته نفضه لما جوزها راح اشتكى لابوها. هو احنا ازاي ما كناش واخدين بالنا انها متجوزه؟ احنا ما كناش بنفكر في اي حاجه غير ان احنا نعمل اللي بسطنا وبس. على رايك. طب فاكر الواد حماده المسحراتي؟ اللي حطيناه من الصواريخ في البنطلون من ورا. الواد من ساعتها ماشي موارب كده. احنا كنا مجانين يا حلمي. يا خبر اسود. اعلان سيمينار دكتور جراي عامل 100,000 فيو في 3 ايام. كم واحد حجز؟ لا العدد كبير لدرجه اننا ممكن نكرر نفس السيمينار لمده اسبوع يوميا. حياتي. عماد في حاجه؟ ايه ده ايه ده؟ مالك اتخضتي كده ليه؟ هو انا ما ينفعش اعمل مفاجأة لخطيبتي؟ لا مش متعودة. ازيك يا لميا؟ الحمد لله يا مستر عماد. هتعوزي مني حاجة؟ لا اعمل لي اتفاقنا عليه. اوكي عن اذنكم. وحشتيني عماد. احنا في المكتب. ده عز الطلب. طب اقعد اقعد، زيارتك المفاجأة دي اكيد في وراها حاجة. حاجة؟ تتقولي حاجات مش حاجة. حلو قوي. ايه رأيك نعمل فرحنا الأسبوع اللي جاي؟ الأسبوع اللي جاي؟ ليه السرعة دي؟ أنا مش شايف أي مبرر يخلينا نأجل فرحنا. الكتاب اللي كنت عاملاه حجتك اتطبع، وطبعت بعديه كتابين كمان، والدكتوراه وأخدتيها. إيه بقى؟ عماد أنا ما بحبش كل حاجة تتعمل بسرعة كده. لازم حاجة تاخد وقتها. وقتها ده يجي امتى؟ انت ناسي اللي بيحصل ولا ايه؟ عملت ايه في اللي بيتصل بيا؟ انت مركزة قوي كده ليه في الموضوع ده؟ واحد بيتصل يعاكس وخلاص. في نفس وقت خروج رحيم؟ اديني ميعاد. ايه؟ ميعاد؟ انا قلت الاسبوع اللي جاي. اختاري انت الميعاد اللي يعجبك ومش هناقشك فيه، بس نلتزم بيه. عشان كل اللي بتقوليه ده كلام فاضي. اللي بيعاكسك هيفضل يعاكسك سواء متجوزة أو مش متجوزة. وخروج رحيم من السجن أو رجوعه السجن تاني مش هيأثر في حاجة في جوازنا. مستني ردك. بقول لك إيه؟ انا هخرج من الجروب ده عشان مش ناقصه زفت وجع دماغ. يعني هو يدخل امبارح وانت هتخرج النهارده هيفهم وش ان انت خرجتي بسببه. ما يتنايل يفهم اللي يفهمه يا دينا. وبعدين يا ريت كلكم تعملوا زي عشان يحل عن سمانه كلنا. يا بنتي انت ليه مفتريه كده؟ الواد هيتجنن عليكي. وعلى فكره مز جدا بقى. مشكلتك ايه؟ قرف عيل ملزق. ها هتعملي ايه؟ تخرجي من جروب؟ ها اخر كلام. ايوه يا بنتي بقى بجد راجعي نفسك. ريم ريم هاي. أيوة. ازاي؟ هاي. انا زياد ابن اخت رحيم السيوفي. هاي يا زياد عامل ايه؟ كله تمام. طب انت الحبكه لسه عندنا امبارح بجد؟ والله انت معانا هنا في الجامعه؟ بنتي اللي معاكوا هنا من زمان جدا، بس بصراحه ما كنتش باجي اسلم. ما كنتش بتيجي تسلم ليه؟ يعني ما كنتش عارف هاجي اقول ايه. فجاي تسلم دلوقتي عشان خالك عندنا وفي مصلحه؟ ها؟ لا والله الحكايه مش كده خالص. انت لسه هتحكي لي حكايه؟ انا اسف، انت وراكي حاجه؟ يا ابني بهزر في ايه؟ اوكي انا بس كنت عايز اجي ازور خالي عندكم في الجماليه. قصدك في بيت جدي القديم. بقول لك ايه؟ واحنا في الجامعه تنسى حوار بقى الجماليه ده خالص.
بيت جدي القديم. ها يلا زين، شكلك متاخر، عندك سكشن؟ يلا يلا عشان متاخرش. باي باي. مجنونه الحمد لله على السلامة يا عظمته. هو ده الشارع؟ هو ده شابور. انت بتعمل ايه يا عم رحيم؟ ما تصغرناش يا عم، وكتاب اللي اخش بالتاكسي في الحيطة دي وما اخدش منك مليك. قلبك ابيض يا شبورة، اوعى تعمل كده، امك محتاجالك. امسك. طب وربنا ما انا واخد. الله، اصل انت مش عارف عم رحيم ده بالنسبة لي ايه؟ ده عظمته، ده هو اللي جايب التاكسي ده لابويا الله يرحمه. ده عم كل يوم تدعي لك دعاء وانا بديها راضي التاكسي كل يوم. ده ملاح مكتفي ده من خيره. وده برضه من خيره. خلاص رحيم بقى، الراجل كتر خيره. رجوله يا شبوره. ام ست طيبه قوي على فكره. سلم لي عليها، قول لها ان انا هاجي ازورها قريب. يوصل يا عظمته، انا هستناك بقى عشان لما تخلص ارجعك. لا لا لا، اتكل انت على الله، اجري على رزقك، وانا لو احتاجتك هكلمك. ماشي، اللي تشوفه يا عظمته. فاكر اخر مره جينا فيها هنا؟ طبعا فاكر. عرنوب الحلو. بس انت جزيت عليه جزه جامده قوي يوميها. ده كان ناقص يوطي يبوس رجلك عشان ما تكسرلوش بضاعته. لو كان موجود دلوقتي كان خلصنا له المصلحه دي. ايه ما ردتش ليه؟ دي حنان، فكك منها. خلينا احنا بس في الحوار اللي احنا جايين له. يلا يلا يلا. اسمع، رحيم لسه داخل الشارع قدامي، محدش يهجم عليه غير لما تقفلوا عليه المنطقه يمين وشمال، ها؟ وتاخدوا الاشاره مني. احمد باشا، صباح الفل. خير بيه؟ ده رئيس ملف التحريات بتاع العيال اللي زارت رحيم اول ليله. اتفضل. خالد باشا، يعني العيال ما بتسيبش البيت خالص؟ يا راجل، شغل المباحث غير الامن الوطني، ركز شويه. يا رئيس، هو مكتوب ان التقرير نفسه بيقول ان العيال طلعت، نزلت شقه رحيم وطلعت شقه في المعادي وما نزلوش من ساعتها. ما انا فاهم التقرير، انت بتلخصه يعني؟ العيال دي استغفلتكم وضحكت عليكم، دخلت من مكان وخرجت من مكان تاني خالص. ركز عشان خاطري، العيال دي مش سهله ولازم اعرف هم راحوا فين. اتفضل. اه عليك. فهمت. مباحث غير الامن الوطني. ماشي يا باشا؟ ماشي يا باشا. اتفضل. يا خميس، ايه مفيش جديد؟ لو في جديد قول لي اول باول. يا عم انت بتهزر، انا على اعصابي. ماشي يا ابو الرجاله. ماشي. طبعا انت ولا حاسس باي حاجه، ولا حاسس بالنار المولعه في قلبي دي. سلامة قلبك يا حبيبتي. سيد، انا ما بهزرش، انا عمري ما شفت من رحيم اي حاجه وحشه، وانت كمان ما شفتش منه غير كل خير. انا مش عارفه انا عملت فيه كده ليه. مش عارفه مش عارفه. مش خلصنا كلام في الموضوع ده يا بنت الناس؟ صدقيني يا رحاب، انا بعمل كده لمصلحته. رحيم لازم يرجع السجن. على فكره بقى، لو فضل بره كتير هيتقتل. يا بنت اللي بيكره رحيم في الارض اكتر من شعر راسه، وهو دلوقتي مكسور الجناح ده كده أأمن له. طب انت ليه مش عايز تفهمني؟ انت عايز تدخله السجن ليه؟ ما تفهمني. ما انا قلت لك يا رحاب، قلت لك هندخله السجن ليه؟ انت قصدك هندخله ازاي؟ صدقيني بقى، اللي بيرتب هو اللي بينفذ، انا معرفش حاجه. مش قادره، مش قادره ولا فاهمه اي حاجه. حاسه بشكه في قلبي يا سيد، حاسه بشكه في قلبي. ادعيله ادعيله يا رحاب، ربنا يبعده عننا. قصدي طمنا عليه، طمنا عليه.
حبيبي يا اخويا، حبيبي حبيبي يا رحيم. الكاميرا مظبوطه تمام؟ مش حابب تغير الزاويه مكانها النور تمام؟ شكرا. مظبوط عندك البروجيكتور؟ من فضلك مش عايزه اي لخبطه ارجوك. شكرا. الكراسي بسرعه من فضلك. شكرا شكرا. عدد القنوات اللي احنا طالبينهم ناقص. ما تقلقيش اكيد في السكه. لمية كلميهم قناه قناه وقولي لهم ان احنا دافعين لهم فلوس ومفروض يكونوا هنا من بدري. دي مش خدمه احنا طالبينها منهم، ده شغل. اوكي حالا حالا. فين مهندس الصوت؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. صباح الخير امينه. مفاجاه صح؟ بقول لك ايه يا عم شبح، قوم رفخ. في واحده ساكنه هنا اسمها بسمه. قصدك البت بسمه بنت ام بسمه؟ هي فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت ضيف بلدنا انت والباشا وتضيف بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من ام بسمه دي خالص، ومعايا ليك اصطفه حاجه كده، انما ايه؟ قولهاش. ده تخلص يا لو تقول البيت فين؟ خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى حرق قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وشك. ده البيت. يلا. لا انا هستنى هنا، اصلا انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام يا اخويا. بسمة موجودة؟ ادفعوا عليه وعلى الأشكال اللي من طنطو. انتوا متدبقنا ولا ايه؟ مفيش وراكو غيرنا. ده هي تاخدكو، مجاش من وراكو الا الوكسة إلهي تتوكسو. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك أبيض، هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعة مفيش حاجة تشرب. بت يا بسمة واحد عايز. أنا كنت معدية من هنا بالصدفة، ولما عرفت إنك بتدي الكورس ده قلت طب والله فكرة أحضره، أصلي بحب قوي حكاوي التنمية البشرية دي. اللايف كوتشنج صح؟ تشرفي، بس ابقي احجزي الأول مع لامي عشان لو جيت تلاقي مكان. وهو أنا محتاجة حجز برضو يا داليا؟ ده أنا قلت العشرة اللي ما بيننا هتخليكي تقولي لي أجي أي وقت من غير حجز. عشان لو جيتي وما لقيتيش مكان ما تزعليش بس. تمام. أنت عرفتي إن رحيم خرج؟ اتقابلتوا؟ انتي مش جايه صدفه بقى. ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقيني. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. انا اكدت على كل القنوات يا دكتوره، كلهم جايين، اطمني. اوكي. شكلك كده مشغوله قوي. طيب يا حبيبتي اجيلك وقت تاني، بس تبقي خليني اشوفك يا داليا لحسن، انتي وحشاني قوي. ده لو وقتك يسمح طبعا. انتي كويسة؟ اؤمر. انتي بسمة؟ طب اقعدي. امتى اخر مرة شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما
كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي ياما، لما ترموا ودنك بينضفيها. انا بتارية. نقي كلامك يا بيت، جدتي متلبشه. اكتمي بقى. اخر مره شفت فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عيني. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ إلهي تتهري مصارينهم. من يجي أسبوع. مين؟ شوف أنت بقى، لما حد يجي بيتك عايز يضربك هيبقى عندك وقت تتساير معه وتسأله اسمك إيه؟ هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البنت اديله سنه وزياده ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه. هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني؟ يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويخلع هو. حتى اخيرا مصيبه الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمل له شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي. سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحيم! لما رحت طعمت الواد حتى. رحيم! قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. مش جايين عشان كنتوا، جايين عشان انا. خليكم زي ما انتم، مش هيحصل لكم اي حاجه. ابني مالوش ذنب، وعايز هشام اخوك. والنبي والنبي ربنا يخليك، ابني مالوش ذنب. احنا نقعد مع بعض علشان كل شويه تبص في ساعتك كده؟ لا لا ابدا يا حبيبتي، اصل الولاد عند مامتك وانا خايف يعني يرفوها وكده. واحنا خارجين علشان نتكلم عن الولاد ومشاكلهم، احنا خارجين نقعد مع بعض. ولا انت بقى عايز تحسسني بالذنب علشان تسيبني؟ هو انا بسيبك عشان مراتي التانيه؟ انا بسيبك عشان شغلي. ما تردش حبيبتي. ما ينفعش ما ينفعش. ايوه خليك مكانك، ما تتحركش، انا جاي لك حالا.
هو ايه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروحي المنطقة. كمان؟ معلش في مشكلة في الشغل يا حبيبتي لازم احلها. بحبك. In my past life as a soccer coach, once you win a national championship, everybody wants to come play for you. Really not true. Once you pay them $25,000 a year in scholarships, everybody wants to come play for you. And parents would always come to me and they'd say, okay, my daughter wants to come play at your university. What is it that we have to do? Hello? مبروك الندوة يا دكتورة داليا. حاجة عالمية الصراحة وتشرف. كان نفسي تكمل على خير بس يلا بقى مفيش نصيب. اهربي دلوقتي وبسرعة يلا. خير يا حضرة الضابط في ايه؟ الو. ايوه يا سيدي دكتورة داليا؟ مالها؟ مخدرات؟ كنت فين من الصبح يا هانم؟ جرى ايه مالك؟ في ايه؟ يعني مش عارفة في ايه؟ خميس ما كلمنيش من الصبح، أنا مش عارف اتأخر ليه؟ مش مهم يتأخر، المهم يخلص. يخلص؟ يا خوفي، يا خوفي يا أمينة. ما تخافش يا حبيبي. رحيم لو عرف ان احنا ورا الحوار ده هيبعتنا رحله للاخره. رحيم ما بقاش زي زمان يا سيد. السجن هدو. هدو؟ اشتري مني. رحيم راجع ينتقم من الكل. ده حتى نظرة عينيه قوي هي زي ما هي. نظرة عيني يا حبيبي. وانت ازيك عامل ايه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون بخير. تريقي تريقي تريقي. تريقي براحتك على الاخر بس ما ترجعيش تعيطي لما تعرفي انه فرق من العيال دي وعارف ان احنا ورا اللي حصل. انت ايه على قلبك مراوح؟ انت معصباني يا امينه. جرى ايه يا سيد؟ ما تهدى كده شويه يا حبيبي. حاضر.
هي المنطقة متقفلة بالعربيات ومش عارفين تخشوا، ما تتصرفوا، انتوا هتستعبطوا. انتهينا رحيم. آه.